أصبحت كابوسا مزعجا للبريطانيين وأدت لاستقالة اثنين من رؤساء الوزراء حتى الآن، وربما يكون الحالي ثالثهما. Brexit. حول مضامين اتفاق البريكسيت في هذه الشاشة. فوضى سياسية ودستورية تمر بها المملكة المتحدة بسبب إصرار حكومة بوريس جونسون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مبكراً ودون اتفاق. This government will not delay Brexit any further. في حين ترى المعارضة أن هذه الخطوة ستكون كارثية، وهي ما زالت تطالب بالتمديد 3 أشهر أخرى لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 من أكتوبر تشرين الأول القادم. ما الذي يحصل في مجلس العموم البريطاني؟ يتهم أعضاء المجلس جونسون بتفادي مناقشة خططه السرية للخروج من الاتحاد، ويرون أن دعواته لعقد انتخابات مبكرة هي تحايل لتمرير البريكسيت من دون اتفاق. ووسط تجاهله للأصوات المعارضة، اتخذ جونسون قراراً تاريخياً بتعليق أعمال مجلس العموم حتى 14 من أكتوبر تشرين الأول القادم، أي قبل أسبوعين فقط من موعد الخروج من الاتحاد، وهو ما يعني منع النواب من دراسة خطة بريكسيت أو حتى تأجيل موعدها. Simply in order to avoid any questioning of what he is doing or not doing. Simply. لكن ماذا يعني الخروج من الاتحاد دون اتفاق؟ And no matter how many devices this Parliament invents to tie my hands, I will strive, Mr. Speaker, to get an agreement in the national interest. سيؤدي الخروج دون اتفاق إلى خروج لندن من عدد لا يحصى من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات تغطي كل شيء تقريبا، ومن دون اتفاق شامل للانفصال سوف تحتاج بريطانيا للتفاوض مجددا على كل عنصر من عناصر تلك الاتفاقيات القديمة، وسيكون ذلك خطوة نحو المجهول بالنسبة للبريطانيين، إذ ستضطرب البلاد اقتصادياً بشكل لم يسبق له مثيل، وستفرض زيادات فورية كبيرة على التعريفات الجمركية للصادرات، مما قد يقضي على العديد من الشركات وينهي وظائف آلاف العاملين فيها. هل ينتهي هذا الكابوس؟ يستنزف استمرار أزمة البريكسيت بريطانيا سياسياً واقتصادياً، إذ إنها أدت لاستقالة ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وأحدثت شرخاً كبيراً بين النخب البريطانية. الأمر الذي يفتح الباب أمام التساؤلات الكبيرة عن قدرة لندن على إغلاق هذا الملف للأبد بأقل الخسائر الممكنة.